مشاهدي شوف التي في، تبارك الله عليكم، مساء النور عليكم. مباشرة مدينة بركان عاصمة ليمون حصيلة. اليوم مدينة بركان عرفت 10 ديال الحالات عكس مدينة وجدة اللي كتعرف ارتفاع في عدد الحالات. اليوم غنقراو عليكم البلاغ تاع وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المغرب 163,000 حالة و650 مصابا. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 2077 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 136,036 شخص، في حين سجلت 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 2772 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 20,111 الحالة كان مشتبها في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي 2,806,000 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن كانت هذه هي الحصيلة ديال وزارة الصحة مباشرة مدينة بركان. مدينة بركان ما كتسجلش يعني شي عدد حالات اللي مرتفع، يعني 10 ديال الحالات بالنهار، 7 6. اليوم 0 حالة وفاة مدينة بركان، وفاة مدينة بركان كانت عكس 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 مدينة وجدة اللي كانت هي اللي كتعرف ارتفاع ديال 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 يعني عدد مرتفع ديال الحالات. كما كنقولوا حنايا ما عرفناش السبب الرئيسي، لانه المدن تاع المنطقه الشرقيه ما كتعرفش بزاف ديال الارتفاع ديال الحالات عكس مدينه وجده. نتمنى ان شاء الله الخير وربي يبعد علينا هذا الوباء هذا. اليوم كنتواجدوا في مدينه بركان اللي كتعرف موسم جني الليمون، حيت كتعرفوا بركان معروفه بهذا الليمون، والليمون ذكرني بالفيتامين سي، فيتامين سي اللي كينصحوا به الاطباء، لانه كاين يعني فيتامين كتعطى يعني العلاج لفيروس كورونا، مجموعه ديال الادويه اخرى بحال الكلوروكين. كنتمنوا انه الناس تلتزم الاجراءات الصحيه، تباعد، كمامات، كما كنوصيو خصوصا الكمامات. الكمامات اخوتي ما نديروش غير ديكور ولا خوفا من الغرامات. الكمامات عندهم واحد القاعدة طبية، لأنه مثلا الكمامة الطبية خاصها تبدل كل سوايع، الكمامة اللي بالثوب خاصها كل يوم خاصها تصبان، وكل أسبوع تبدل يعني كمامة أخرى. نتمنى أنه الناس تحترم، لأنه الناس صراحة يعني في هذه الآونة الأخيرة يعني ولات مستهترة بزاف. اليوم جانا واحد الخبر ديال المندوبية ديال التخطيط، انه يقدر من هنا ل 2020 يوصل العدد ديال الاصابات لمليونين اصابة ولا بحال هكا. يعني هذا شيء خطير، والمندوبية ديال التخطيط صحات يعني كتنصح الحجر الصحي، يعني ما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي كما يقولوا. نتمنوا انهم الناس تنضبط، والحمد لله كما كتعرفوا غدا كاين واحد الخبر اللي مفرح اللي هو صلاة الجمعة، وغادي يفتحوا مجموعة ديال المساجد، اعداد اخرى من المساجد في المغرب. نتمنى ان شاء الله الخير، هذه فرحة عارمة على المغاربة اللي كانوا يتسناوها مدة ديال تقريبا 8 شهور ولا كيتسناو انهم باش يصليوا صلاة الجمعة المساجد اللي تحرمنا منها صراحة. يعني بزاف تاع الناس اللي فرحانين، يعني ما الله يخليكم ما تحرموناش بهذه الفرحة هذه،
الانسان ينضبط ويكون كما نقولوا حنايا ما فيها باس مو يعني امور عاديه اللي كنا نديروها النهار الاول الانسان يتبعها بلا ما ان شاء الله يخرج اللقاح وترجع الامور كما كانت هذه شحال ولا احسن ان شاء الله. الله يشافي المصابين، اللهم ارحم موتانا الناس اللي ماتوا بفيروس كورونا، والله يحفظ الوطن ديالنا ويحفظ الملك ديالنا ويشافي لنا. نتمنى الخير للجميع ان شاء الله. تبارك الله عليكم، كنتم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه بركان، وتحياتي.